الحمد لله الحمد لله مسبل النعم مسبل النعم علينا عظم حلمه فستر وبسط يده بالعطاء فأكثر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على هداه إلى يوم المحشر. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن سأل ربه منحه وأعطاه، وكلما جدد لكم ربكم نعما فجددوا له حمدا وشكرا، وكلما صرف عنكم من المكاره فقوموا بحق طاعته ثناء له وذكرا. وتذكروا عباد الله قول الحق تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحمد الله جل وعلا على ما أسبغ عليه من نعمه علينا، ومن ذلكم نزول الأمطار. نسأل الله جل وعلا أن يعم بنفعها عموم المسلمين. أيها الإخوة في الله، أكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله والتمسك بطاعته والبعد عن معاصيه ومناكير ومحارمه. وتذكروا قوله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. عباد الله، ها هي التحذيرات من فيروس كورونا وتحوراته تعود من جديد، وتزداد أعداد المصابين، ويطالب المسؤولون عموم الناس بأخذ الاحترازات من لبس الكمامات والتباعد في الأماكن المغلقة والمكشوفة حرصاً على سلامة الناس. عباد الله، ما عودة انتشار هذا الوباء وكذلك بعض المصائب الدنيوية مثل قلة الأمطار ونزع البركة من الرواتب والأرزاق وكثرة الأمراض، ما ذلك إلا بسبب معاصينا وذنوبنا وبسبب تقصيرنا في حق الله جل وعلا. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد وقع كثير من الناس، بل بعض الحكومات الإسلامية في البلدان الإسلامية، في مخالفات كبيرة خصوصاً في مثل هذه الأيام بنهاية العام الميلادي، فنجد من المسلمين سواء كانوا أفراداً أو حكومات، نجد منهم التهاني والتبريكات، بل والمشاركة في احتفالات النصارى الضالين بعيد الميلاد، وهو عيد بدعي شركي. كيف لمسلم يؤمن بأنه لا إله إلا الله، وبأنه جل وعلا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يهنئ ويشارك في عيد يسب فيه الله جل وعلا أعظم مسبة، يزعمون فيه بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ولد الله؟ قال الله جل وعلا: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه الإمام البخاري، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وكذلك مما كان في هذه الأيام من الأخطاء العظيمة إحياء ما يسمونه ليلة رأس السنة الميلادية، إما بالغناء أو بالموسيقى أو الرقص والاختلاط. وكذلك
ما ينتشر في كثير من مجالسنا واجتماعاتنا من الغيبة والنميمة أو يكون من السب والشتم واللعن سواء في الشوارع وعند قيادة السيارات أو عند مشاهدة المباريات أو ما يجتمعون عليه من لعب الورق، وكذلك كثرة تبرج النساء وخروجهن من بيوتهن صغارا وكبارا في أكمل زينتهن خارج البيوت مما ينذر بشر عظيم، وكذلك كثرة ما يسمى بالكافيهات والمقاهي حيث يختلط الحابل والنابل ويكون فيها ما يدمي القلب ويبكي العين، وكذلك حضور مهرجانات الغناء والموسيقى، والغناء والموسيقى محرمة بالنص والإجماع، يكون فيها التافهين والتافهات ممن يسمون كذبا وزورا فنانين وفنانات وهم في الحقيقة عاهرين وعاهرات وفاسدين وفاسدات ومفسدين ومفسدات. فعلينا جميعا بمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، فاحذروا مخالفة ربكم جل وعلا والمجاهرة بالمنكرات، فإن الله جل وعلا يغار ويمهل ولا يهمل. فأقيموا صلاتكم وأطيعوا ربكم واتبعوا سنة نبيكم واحفظوا جوارحكم وحافظوا على نسائكم، وتذكروا أن الفتن تدفع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، بارك الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، نسمع بما حل في معظم بلدان العالم اليوم بالمتحورات الجديدة بمرض كورونا وانتشارها السريع بين أفراد الشعوب، وأنتم لاحظتم ارتفاع معدل الحالات في هذه الأيام، مما يستوجب علينا مزيداً من الاهتمام بتوجيهات وزارة الصحة من أخذ اللقاح والبعد عن التجمعات والمحافظة على لبس الكمامات وتطهير الأيدي واستعمال سجادة خاصة للصلاة والتباعد بين الصفوف وتجنب المصافحة إلا عند الحاجة وعدم الازدحام عند الدخول والخروج من الأماكن سواء من المساجد أو غيرها. وكمال كل شيء وتمامه أن نكون محققين بالإيمان بالله جل وعلا وصدق الاعتماد عليه والعمل بطاعته والبعد عن معاصيه، فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة.